يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي مشاهدين الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله على عدد من محافظات ومدن الجمهورية. نبدأها من محافظة القاهرة، فيها درجة الحرارة العظمى تشير إلى أنها 37 درجة والصغرى 25، والجو فيها حار في الإسكندرية 31-24، والجو فيها أيضا حار في مطروح 31-23، والجو حار في بورسعيد 33-24، والجو فيها حار، وفي الإسماعيلية 36-24، الجو فيها أيضا حار. في محافظة السويس درجة الحرارة العظمى هناك 36 درجة والصغرى 23 درجة والجو فيها حار. في العريش 32-24، الجو فيها أيضا حار. في طابة 35-25، والجو فيها أيضا حار. في شرم الشيخ 39-29، والجو فيها حار. وفي الغردقة 40-29، والجو أيضا فيها حار. أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى هناك 44 درجة والجو هناك شديد الحرارة. في أسوان 45 درجة والصغرى 29، والجو أيضا هناك شديد الحرارة. وفي الوادي الجديد أيضا 46 درجة مئوية والصغرى 26، والجو أيضا شديد الحرارة. في شلاتين 39-27، والجو فيها حار. وأخيرا في حلايب 35-27، والجو فيها أيضا حار. الآن مشاهدين الكرام نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.